قالت لي دونت تاتش. كانت اكثر وحده زينه تقول لي بس اقعد احكي لك برتاح. رحمه انا بس اقعد احكي له برتاح. فحياة الله يا نصيف عن جد. رحمه بشكي له بحس حاله ما حكيت شيء. في انا مش خارج. لا هوني لا عن جد سامع مره نصيف كثير بحبه وكل شيء بس نصيف ايام بحكي بموضوع عادي هيك بحسه بغير دنيا ما مش عم عدله جمله مره ثانيه ترجع ساعه لا ما خلصت شكرا لا مره زين شكرا انا ما كثير كان ما كثير انه بعرف اجت على المعهد انا كنت ما يعني عجبتني لا ونيس ومضيعه موبايلها ومقهورة قهر مين هاي بنات؟ زين ايه بتعرف ما في عجبني من هون مقهورة مقهورة كان مقهورة كثير يعني مقهورة يعني شو بتخبيهم هناك انت بالكبير هي دائما بتلاقيها الموقف هي هي بتحبه كثير قعدت حطيت العود كنت داخل تخبي هوني تغني لي اغاني وانا عم بغربط العود عم بغربط وين بعدهم ولا شو؟ بغني هيك انا اتركهم بركي بعدين انا اضطر انه اضحك ومدري شو نسيت انه مضيع موبايلها وانبسطت دائما تقول لي انه هذا كثير حبيت وقت ما كنت معي هيك نسيتني انه انا كل شيء خليه يقول تو تاكسي الا تليفوني ابكي عليه تنقهر الدم هي عم لك جاي رح تموت كان كل شيء يضيع انا بني ادم بحب كل شيء الي بحبش يضيع بحبش يخرب بحبش يصير في شيء بتعرف مره ضاع موبايل جبتك غلط بعدين كثير حريص انا بحبش اضيع شيء بخف عقلي لما انا بتعرف شغله اذا بضيع هاي ببهدلني ابوي بحسسني اني مهمل شو وليه انت مش خرجت تحاول وياك موبايلي بالسيرفيس تصور ورجع لي كيف؟ انت نفسك كيف؟ ما مال الحلال وحياة الله وحياة الله شو عم نلعب؟ شيخي شو؟ سرق بلاد مفتشحة مرة شو صار شيء معك؟ وين السيرفيس ابن حلال؟ ما يخاف اخذوا محل فكله القفل تبعه حلوة؟ ودق لاخر رقم شبيك اخر رقم كنت داير لهم شبيك سقطة لا جيت على البيت عم بقول لامي ضيعت الموبايل امي بلشت تبهدل فيه صارت معي هاي بس ابن حلال بقول لك ابن حلال والله صارت معي هاي اسمع شو بدك حلال مش طبيعي عن جد ايوه حياه الرب ضليت ارن انا مره صار مش معي شو اسمه ضلينا نرن على هذا وما كان ضلينا نرن ما كان قل لي ثاني يوم قل لي حاجة حكى معي واحد حاجة يا حبيبي كنت ارن انا ما تليفون حكى معي واحد مرحبا عمو كيف قلت له تمام بقول لي انت شو غنيت تحت انت هذا الرقم انا هذا الموبايل هذا نسيه معي امبارح بالسيارة شو قديش وشو اسمه في حدا في زبون اعطاني اياه وفي زبون كان رح ياخذ غنيت بالايفون طالع من الارض فانا بس شو هذا لقيته بايده كان بده ياخذ الزبون قال لي هيك عيني شعوري نحيتك شو اسمه؟ وغنيت دقيت وديت جاي اخو عندكم سهران ليش ما بتفتحوا؟ وغنيت فيروز قال لي انه رجع باب البوابه ايه شو هي؟ شو رمز سمعوا؟ شو بس؟ ما مسكت خلص انسان بدا بس هون لحالك انا كنت اسمعك انت فقت على التليفون شو صار معي انا موقف هذا هنا؟ شنو بحبه؟ وانا مالا امي قلت له الموقف اللي صار تبكي مدمع شو؟ صار تبكي تبكي امي دمعي شو؟ ليش؟ امتى دمعت امي؟ انتوا نصيب؟ وتغنيت لها رفيق غنيت رفيق رفيق بتغني بالكونسرتور معي احلى عادة انت شعوري من ناحيتك؟ اه صار تبكي ما دمعي عندها ذكريات معها اكيد عندها ذكريات معها اكيد بس ما شو صار معها انا خلصت لكم شيبس هذا ايه كمان رح صاروا يزمرونا فوق خفت انت؟ ما نزلت شو؟ الله يعطيك عافية ليه ما حكيت لي عيال؟ خس عليك وبخس هذا النهار طلعت ولعبوا اكشن فريتي طلعتنا بوز ال اكشن فريتي بينام بكير انه هو الشاب اللي احنا لقيناه نايم فايق رحمه مين انا؟ والله العظيم كنت نايم بس بالكم شو كلاب والله العظيم كنت نايم بهي اللعبة اللي بده يلعب وما بينفذ الامر بدي ادعس عليه نصيف اللي بدك اياه نصيف